33 عضوا من أصل 144 حضروا اجتماع الهيئة العامة لمجلس مدينة حلب، أو هؤلاء من تبقوا بعد أن أجبرت الحرب البقية على ترك المدينة وأعبائها. الأعضاء طبعا نتيجة الظروف الراهنة وعدم إمكانية إجراء انتخابات في هذه الظروف العصيبة، وحلب وضع العسكري سيء، وضع النزوح، وحتى أعضاء الهيئة العامة مثل ما لاحظنا يعني حضر منه 33 عضو من أصل 144 عضو. الاجتماع طبعا هو بمناسبته هي انتهاء دورة المجلس الحالي. طبعا المجلس الدورة انتهت من حوالي شهر، فكان لازم نحن طلبنا عقد اجتماع لأعضاء الهيئة العامة لإقرار موضوع إما انتخاب مجلس جديد أو تمديد للمجلس الحالي. بين ترميم الهيئة العامة الحالية بإضافة شخصيات جديدة إليها أو إعادة انتخاب هيئة جديدة، تناقش المجتمعون وأهمهم إيجاد حل إداري يسعف أكثر من 300 ألف مواطن محرومين من معظم الخدمات داخل أحياء حلب المحررة. هؤلاء الناس قدموا من مختلف المناطق للتأكيد على الصمود والتحدي وإيصال رسالة مجلس مدينة حلب على أنه مجلس خدمي لم يتخلى عن أداء واجباته خلال هذه الفترة العصيبة، وما زال ملتزما بواجباته لخدمة الناس وتقديم أبسط سبل العيش لهم ليعيشوا بحياة هانئة وعيشة كريمة بإذن الله. بين مؤيد ومعارض لفصل المتغيبين عن اجتماعات الهيئة انقسم المجتمعون، فثمة من يبرر هذا الغياب بظرف الحرب، ومن لا يجد سببا كافيا للغياب عن عمل وجد لمواجهة هذه الظروف مهما اشتدت. يجب اختيار هيئة عامة من الناس الموجودين على الأرض اللي قاعدين تحت البراميل، من حقهم أن يوصل لهم صوتهم ولو بالخدمات البسيطة اليسيرة اللي ما بنحسن نقدمها بشكل جيد. لا علاقة للجنة الانتخابية بمجلس المدينة، هي العلاقة لانتخاب ممثلين مدينة في مجلس المحافظة. يبدو أن السوريون مهيئون لممارسة الحياة السياسية والمدنية إن توفرت الظروف المناسبة لهم. وما تجربة مجلس مدينة حلب على الرغم من نقاط ضعفها كما يقول المنتقدون إلا خطوة أولى باتجاه مداولة الحياة العامة وكسر احتكارها من قبل النظام.